حول الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور إبراهيم موتر، الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإفريقية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير تحدث عن عدم تدوير النفايات الإلكترونية يسبب خسائر في الذهب وفي الفضة، حدثنا واشرح لنا دكتور عن العلاقة ما بين الاثنين، هل النفايات الإلكترونية بها ذهب وفضة أم ماذا؟ أولا النفايات الإلكترونية هي من أخطر 10 ملوثات في العالم. الأمر الثاني إنها تهدر قيمة كبيرة لكافة المعادن بما فيها الذهب والفضة، لأن إعادة تدويرها يحتاج جهدا كبيرا وماليا أيضا. الأمر الثالث إن النفايات الإلكترونية تتكون من مواد خطرة مثل الليثيوم وإلى ما غير ذلك من المواد والكادميوم التي تتسبب في القضاء على الحياة الطبيعية التي تنكس فيها هذه النفايات الإلكترونية. بالإضافة إلى أن هناك عدة دول تعتبر مكبات لهذه النفايات مثل مدينة غوايو الصينية التي كانت تعيش على زراعة الأرز منذ عام 95 والآن تحولت إلى مكبات إلى النفايات وأصبحت مدينة مملوءة بالأمراض، وأصبحت الصين من لديها مكبات ضخمة من هذه النفايات وتصدرها لدول العالم الثالث. فمثلا لديك ميناء لاغوس النيجيري يدخل إليه سنويا ما لا يقل عن 67 مليون طن من النفايات الإلكترونية، و 85% من الأجهزة الإلكترونية التي تدخل فهي تعتبر نفايات وتدخل إلى دول العالم. نعم تفضلي دكتور، كما قلت بأن هناك بعض الدول لديها مدن كاملة أو مناطق كبيرة شاسعة هي مكب لهذه النفايات، والتقرير قبل قليل تحدث أنه زيادة كمية النفايات الإلكترونية في أنحاء العالم العام الماضي وصل إلى مستوى قياسي. تأثير كل هذا على البيئة، يعني عندما نقول بأنه هناك مكب للنفايات لنفايات الإلكترونيات بالتحديد، تأثير إعادة تدوير وما إلى ذلك على الهواء وعلى البيئة. أكيد أن هذه النفايات يوجد بها بعض المواد الخطيرة مثل الرصاص التي تؤثر على الجهاز العصبي، طبعا مادة الزئبق التي تحطم الأعضاء الداخلية وخاصة الأعصاب الدماغية والمخية، ومادة الكالسيوم التي تؤثر على الكلى بشكل كامل. بالإضافة أن هذه المادة أيضا إذا سكبت في المياه فإنها تلوث وتقتل كافة الثروة السمكية الموجودة بها. نعم، طيب دكتور النصيحة، يعني مثلا الأفراد كيف يمكن أن يساهموا في ربما الحد من ذلك أو التقليل من ذلك والمحافظة على البيئة؟ هل بعدم ربما رمي الأجهزة بعد يعني أن يتم التخلص منها بشكل، كيف طريقة التخلص الصحيحة أو كيف يمكن لأي فرد أن يساهم في الحد من ذلك؟ الأفراد العاديين لا يستطيعون المساهمة في التخلص من هذه النفايات، ولكن يجب أن يوجد مصانع لتجميع هذه النفايات وأن يكون هناك شقين بهما، إما أن يتم ما إعادة تدويره مرة أخرى للعمل من هذه النفايات الإلكترونية بشكل صحيح، وأن يكون هناك شق آخر لسحق هذه النفايات بشكل آمن. أنا قصدت وعدم يعني ربما تغيير الهاتف بشكل مستمر أو الإلكترونيات بشكل مستمر حتى لا نضطر لرمي أو ربما الاستغناء عن واحد منها وبالتالي ازدياد أعداد أو نسب كمية كبيرة من النفايات الإلكترونية. أكيد أكيد الاستخدام الرشيد لأي شيء مثل خاصة الإلكترونيات يساهم بشكل كبير في تقليل هذه النفايات، وهذه تكون عبر الوسائل الدعاية الإعلامية عبر التلفاز، فإنها بالفعل قد تغير حجم هذه النفايات إلى حجم أقل وتقلل التلوث في البيئة. شكرا لك دكتور إبراهيم موتر، الخبير البيئي والباحث في الشؤون الإفريقية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.